بابا اخويا توا ما زلت كي جيت درنسيبي يا باهين وانت فين والحب فين ان شاء الله ديما في الغرام فرحانين هذاك علاش جيتكم براتسا باش تروحوا متمتعين حبيبي اخويا السلام عليكم صحه لاباس خويا اول حاجه نحب نشكرك على الاستضافه الباهيه هذيا اخويا جابونا المغرمه باب الباهي مخزن خويا بسم الله ما شاء الله تلعب تكتشف وحدها اخويا ملك بيش للنظافه للمالي المخزن للديكور بسم الله ما شاء الله اخويا انا لهنا فرخ النحل فرخ النحل فرخ النحل خويا هذايا هذايا خويا يرحم والدينا خويا ايراد اللي كان فيه سبب خذيناه من عند خونا مهدي صاحبنا وخونا مغروم ناس كل مهدي امبيلونس صحيح تحيه ليه خويا خذيناه خويا من عند دللت عليه كبش ويعز عليه برشا انا صاحبي خويا دللت عليه من دون الناس الكل خذيته انا خاطر يعرف لي كبش جات عروض في الكبش جات برشا عروض اما انه حتى اكثر من السوم اللي خذيته فيه انا اما انه يخيرك انت على الناس الكل جاي هذا اللي هو صغير اختار انه يقعد عندي انا كبش وما يمشيش حد ما يحبش المستقبل كبش يذيع معناها صحيح يحب يلقى الكبش يذيع ديجا الكبش هو جديد وين ماشي هو تو ديجا عندي هنا يعرف شنو فرخ النحل فرخ النحل كبش ممتاز برشا موليه راجل برشا وبرجوليه ربى كبش بريمه وعمل كبش بريمه خديته وانا من عنده ربى حد عليه الكبش ان شاء الله ربي يبارك له وان شاء الله راح نزيدو كبش يخو بيه ان شاء الله اكثر حاجه نقولها على الكبيش هذايا الكبش هذايا نعرفه من اللي كان في باش صدقني انا باش نعطي فيه جارانتي الكبش هذا بالرغم اللي عمري ما عطيت جارانتي في كبش على خاطر يقول لك ما تعرفش على قلوبها شنو هي فيه امانه الكبش هذه باش نعطي فيه جارانتي بالحق يا مغرمه مش باش نقول عندنا بطل ولا حاجه اما راكم باش تشيخوا فرخ النحل خويا موجود في المرسى بحذينا بابا بحر نزر تحيه لكم محل كبش البونيو يقول من العوينه حتى كشي القمرت الكرم بحر الازرق الطابق السويس المرسى كلنا حومه واحده احنا كباشنا كباشنا كباش واحده وعندنا برشا كباش بريمه بما فيهم هو توي كان زاد لنا ان شاء الله نشيخوا بيه الناس كل باهي ثم السؤالات نتاع اخرى بيس. بابا عليك انا نجم نقول لك مثلا الكبش هذايا ان شاء الله مازلنا باش نتفرجوا فيه 2022 ولا 2023 ان شاء الله ابيانتو قريب برشا برشا هو مازال عمل طرح تو ما عندوش الجمعه الناس كل تفرجت فيه فرخ نحل في باشا أيه. عملت روح بالابداع والاقناع جارانتي على الاخر الناس كل فرشت فيه المغرمه كل ديجا كلموني عليه برشا مغرمه اصحابنا كلموني عليه كبش هذا يرتاح ان شاء الله اربع شهيرات خمسه شهيرات والبطحه ان شاء الله واضح يرجع كالعاده اربع شهور خمسه شهور نتفرجوا فيه ان شاء الله باهي انت خذيته وقت اللي هو عامل طرح زل اي ديجا مازال عمل طرح عنده جمعه انت خذيته اي هو وقتها عامل طرح ولا ترحيه؟ لا ترحيه وقت خديته عامل ترحيل عامل ترحيل أنا والطرح اللي قلت ايه الكبش ما عادش نجم نصبر عليه ولازم نتحرك الكبش هذا تفرجت فيه في الطرح الاول ما عملش طرح طويل في باب العسل؟ ايه لا في باجة باش قنع كبش بريمة لكن ما وقتها ما وديتش الفرصة في حكاية البيع والشراء باهي ما شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك في الغالي لا ما حبزت ما حكيتش معاه مهدي ما عندناش مع بعضنا وقتها فهمتك كي جاء بيناتنا إيراد وعمل الطرح الثاني قنعني كبش ما نجمش نفرش فيه نخليه عنده بسيتي مغروب ما قصدته فيه قلت له يا مهدي كبش هذا راني حبيته ونحبه في المرمط بالحق انت عربي ما رجعليش بورتون قلت لك راه طلبت له برشا مغرمه وعطاه سوم اكثر مني وهو يرحم والديه كان راجل معايا وجاب وصله لي لهنا في الدار سؤال يسالوا انسان قاعد يسمع فيه اكثر حاجه خلت تشتري الكبش هذا ميزة فيه تخليه يبعد الراتسة والعرك انت اكيد راه عندك نظرة وتعرف الدماغ المليانة وتعرف الكعبة البيئية والكعبة الخايبة أكيد. وتعرف انك مش كل تعارك اما مش تعارك كيف لا مش كيف مش كيف عرك كيف. عرك اللي تحبه انت وتحبه انا وتحبه مغرمة توصفه العرك للشيخ لمغرمة العرك للشيخ التهليلة والتمريح واللي تحب انت والضرب المبرح الضرب المبرح نأكدوا لهم على الضرب المبرح الضرب المبرح ان شاء الله بيانتو اخويا اربع شهرات خمسه شهرات نتفرجوا في الكبايش نتاعي حضروه ويعبد كالعاده حبيبي باب نحن اخويا في المخزن بسم الله ما شاء الله جوست انا بعد نقول لهم راه مخزن الابطال مش ما يتغشوا انا نبعد 50 سنتي نلقى روحي قدام كم شيخ اي ريبالديني شكون؟ ريبالديني ادخل له بابا ادخل اي بابا ادخل له اخويا ادخل له اخويا ادخل له ما يسالش يا مغروم خذ دقيقتين
تفرج في الراد هذايا ميسالش ميسالش متع نظرك خويا متع نظرك، عندك فرصه باش تتفرج، عندك فرصه باش تتمتع. بسم الله ما شاء الله يا حبيبي، امشي حتى منا تتعدى باي خويا الغالي. ساعة انا اكثر حاجه لو نحكيها على الكبشه هذي صدقني ناس ما تصدقش، تراه الحبك كان يدخل معك شكون وتحلو فم الحب الكبشه هذي. ادخل بابا هذا الجونيور هذا يلعب باي اهو جبته بسنتين عاودها يا بابا سنتين جبته مزك حتى ربعيه واضح. ابقوا شادين الكبشه كيكه مثالش سكر له فمه الكبش بسنتين. ساعه انا من اقوى التصاور لو تبقى في الغرام التصوير هذا التصوير هذا يعني ياسه السيد هذا راه مغروب هذا بسم الله ما شاء الله ولدي سلمان هذا الوسطاني لا هذا الكبير فيه الكبير هذا سلمان بابا اخوي هذا ولدي الاصغر منه امان الله وانت وهذا عمر عمر وعنا اركان السيد اليوم ولا الكبش له مازال يدور يحوس هذا عاد يجيب بالا قرت يلعب ولا حاجه خليه اخوي ركزوا لي في التصوير هذا مغروم مع ثلاثه اولاده بيش كيما هذا اخويا بعد 17 سنه هما رجعوني والله نبدو كان حلو نحن الفرق بابا اي والله صبرت انت كنت مغروم كنت مغروم عازبي مثل عزوبي اي مثل عزوبي حتى وانا معرس كان عندي وقت ادرع وبابا يعرف فهمت كان عندي كباش باهية هذيك نبعدت على غرام وكل شيء مشاكل الحياه والوقت ما عادش والدنيا تبعدت 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 وتوا هما رجعوني هما رجعوا هما يعبوا بديت تاريخ. بكبش بدنيا بكريه بابا بابا كبش ودرجنا عيد كبير تجي خذنا كبش فيسبوك ما كانتش قبل الخوت وما كانتش عندنا قبل 10 تراح و9 تراح و8 تراح وتعمل بطل كانت قبل نسيبو كيف سيبو خل شيخو شيخو وكهو ما معنا ما تحسبش تتراح بالرسمي انا احكي لك معناتها باه اذا ما ثلاثه وليداتك ثلاثه وليدات يتربيو في عزك ساعة انا راهو السبب اللي انا مغروم هو الوالد سبب باش كنت مغروم انا سبب باش كنت مغروم هو الوالد بتاعي وكيما تحكي انت عيد كبير وخربوه العيد اللي بعده الرب والعيد اللي بعدين خطفت مره وشات صحيحه كذا انا بابا ربي يفضل ربي يطول في عمره امين بابا فتح الله باهي بابا فاميلية بابا كلها في فتح الله سيدي فتح الله سيدي فتح الله تحيه له بن جلود فتح الله كنت قبل انا صغير نعرف نمشي بحدا عم عموماتي بالله نحب نوجه لهم تحيه عمتي حليمه وعمتي تفاحه فهمت ودار عمومتي الله يرحمهم كل شيء كنت كي نمشي غاديك ديما نشوف كباش مربطه قدام قدام الديار فهمت قدام الديار العباد تغرمت من وقتها سيد ديت فيا الحكايه من وقتها باهي ركز معايا تو حكينا على الوليديات معاوية شوف انت مش انا باش نسهلهم هو السؤال اللي كنتي وانت بتعطيني اليوم منه اني هو اللي فيهم تحس عنده نظره تحس في الكبش مش عارك نحكي نظره تقول لك بابا هذيا محليه والكبش هذيك محليه متلاث ريتهم اني وتحس عنده نظره اني هذي نظرته مبنيه على الشبه على القرن على الراسه امي مع المغاربه كله يعرفوا يعرفوا الاولاد كل يعرفوا يعطيك الكبش هذاك اش عامل ودني عندي اصحابي ما اصحاب تاع بطحه وكل شيء ما وديتش حتى نحكيوا مع بعض نعرفهم في البطحه أميت مع ولدي ويحكي معاهم وأنا ما نعرفهمش ما تقابلتش ما حكينا في بالك السبب باش أنا جيت لهنا شكون؟ واحد اثنين ثلاثة هاي في بالي أنا ما حكيت مع الوليد هذيا ما قبلت أنا تصور لك باش وأنا ما في باليش باه أنا ما في باليش أمين الله يقول لك بابا الكبشة هذيا كذا إن شاء الله أنت الكبشة هذيا راك هبطتوا قبل أكيد هبطتوا قبل وهبطتوا بصوت وحكيت عليه ابكي على الراس ابكي على الراس هذاك يا 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 تاريخي نعم وانا ما في باليش نتاعك ما تعرفش لي والله لا في بالي نتاعك شنو هو نتاعك ابكي على الراس ابكي على الراس يا بابا هذا هو الكبش والله هبطت انت العوالي الكبش وقت نعش جبته على امورك عاد لا بيه ستر الله عندك الغالي بيه خويا الغالي قلت لك انا اكثر واحد فيهم عنده نظر قلت لي امان الله بابا خويا السلام عليكم صحه لاباس توا ثمك العقاب ما تقرش على روحك ما تقبلش الكبش وما تقعدش رايد ما تلعبش مع الكبش وتسمعش كلام امك ما تطلعش بحدا الكبش وانا ما فهميش الجمعه اللي فاتت صارت الحكي قد دخلتها بعدها في القرايه يا اخي ما تلعبش بحدا الكبش جمله جمعه كلها ما تطلعش بحدا الكبش علي اكي يسمع الكلام لازم اكيد قرا كل شيء قرايه قبل كل شيء يعمل مستقبل بعدي ولي مغروم انا بالنسبه لي انا ريت انا مغروم ونعرف حرقه كبيره اذا كان خرج هيشم من الهويش نتاعي هذوما خاطر انا نحبهم مش نحكيو ولا انا نحب هالهيشم
انا هذايا جبته بسنتين جبته علوش ينكس، انا طور نربطه لك تشوفوا كيفاش ينكس الدوخ مازال يلعب علوش. ربيت عليه كبدة عبارة واحد من صغاري، اذا كان وهو باش يعمل لي روتار في السبور نتاعو ولا في قرايته راهو ينسى معناتها لك باش عادي المخزن كله نظف ونطيح كل حاجة في بلاصتها. ايه كل حاجة في بلاصتها. باهي تو حكينا على الرات، ثم واحد منهم يجي يقول لك بابا شوف المسياب هذايا شوف الدماغ هذايا. انا امهم في الدار كرهتنا على الكباش ورست نبي محمد. انا اكثر واحد فيهم يحب العرك. هذا شوف الكبش هذا. لا على العرك نحكوا عن شكون يحب العرك. عرك اي ثلاثة اخويا بجوج مين تعاركوا تروح لفلان ويزمنا نمشي باب ايش لبس عليك شو اسم بابا انت اخويا؟ سلمان. تتفرج ديما في مسيابات انت بيه ما نحكوش على كباش نحكو على كباش تروح رصاص أربعة تراح خويا أربعة تراح في جمعتين كبش بريمة برش أنا أكثر ترى عجبك فيها تروح الأخر يعني طول فيه معلش طول فيه برش هو طول فيه وشو سخذ راحته هذيك اللي شد معاه شوية أما أكثر كبش شد معاه في نزيل اللي هبط فيه السعدة وطلع له باه هو التحفون الجينيور باه عمل كبش وحده طول براس ماله الدنيا تود كبش وحده عندك كبشك وحدك خويا انت بالله كنت طول فوق ما شاري هو كان هو وسط خير فيه يحب الوجه تحيه بالله لاحمد كرسي يرحم والدين خويا خديت من عنده اجنح وجبت الاجنح لهنا وهو يحب على انا بورتو انا نحب الاجنح وهذا حب على البكمامه مرجني على البكمامه كا هو اللي تكلمته ودلت عليه هذا مرجك على البكمامه مرجني على البكمامه يا ودي اقوى عليك ربي يهز لجنح واعطيني البكمامه بورتورا ولجنح كبش بريمه معناتها اللي رجعته من جرة السيد هذي ان شاء الله يطلع بطل خويا باش تطلع جرة وجرة خير اي باش تطلع جرة وجرة خير هما ديجا تاويك يمشيو ديريكت الكرسي واحدهم يحبهم ويحبهم والله يمشي ويحل من السكة ويمدلهم باهي لا فلوس ولا شيء والله يحل ويمدلهم قد ايه؟ عامين ونص اخرين يظهر لي شنو نعمل بطل يظهر لي مش متأكد متأكد حاسس روحك باش تعمل بطل مش نعمل بيه ياك عامل ابطال انت رصاصه مش بطل رصاصه تحب تعمل بطل وحدك انت عندي واحد كبيش علوش مزيان اسمه فتيت مدهولي عم شكون خويا السلام عليكم لاباس عليك بابا الصحه لاباس الحمد لله نتشرف خويا بيع لك علي ليش صغير فرناني شنو هي طموحاتك خويا ليه هو مليش مش نحكو على العارك وشي اما كورتو معارك لصقتو معك مش يا رب معارك يا خوي معارك هو يلا ربع بيع يا خوي ما نبعدوش برش هذي هي وقتها شي هذي العام جاي فرق 23 ما نظموش في 2023 2024 نحكو في المسيابات والدنيا والكل 2024 يدخل بطل بيه طوى ما ليش مزنو بيه احكينا اخويا مش نقول لك على حاجة يمكن الناس ما تعرفهاش يعرفوا مخزني مرحبا بخويا يعرفوا مخزني يعرفوا كل شيء اما الكباش اللي عندي كله ناحي فرخ المحل ما عنديش كباش توا حاضر المسير كباشي كلها فروخ العبد لله راني ناخذ فروخ ونوصل كباش في عقل عقل ما انا مزروبين بحد شيء مانيش مزروب وقت الكبش يحضر يبدا يبمبي والعمر باهي يمشي للبطح والباهي يقع واضح فوق الاخر بسم الله ما شاء الله اخويا بسم الله ما شاء الله اخويا البيه سيدي لو كان حكينا على ذاك معاركي على الاخر وذاي المستقبل نحكوا على الجمال الجمال والقتال بابا عليك وي برا برا بدول انتوما مشول انتوما اخويا بسم الله فهمتني تدخلوا مدوش الكبشه ذاك لازم برا بابا برا افرحوا لي بيه ركحوا له امور ركحوا له امور بسم الله ما شاء الله اخويا يا بابا كيتاروا بيه يا بابا يا بابا خلونا واحد يريد تك يريدها يا محليهم تك داروا بالكبش والدنيا يعني عادي انت تبع السيد يعلف السيد هم يعلفوا جاو يغسلوا العلفه ويغسلوه ويفرزوها ودنيتهم جاوهم بيعي انت يتمر بالنظره نتاعهم اكيد فيكم على صغاركم ولا مثالش خلي يغلط يتعلم غدوه ولا مثال لا لا ما على باليش يتمرمدوا مرمديه ديجا هما يبنيوا النظره نتاعهم على شنو هو الغرام مرميد ما ينظفش وما يفرعش وما يقدش وما ينظفش العنقره وما يحكش القرن بالقارس ويحط الزيت بيده ويبدا هكا في يده ويحط ايش هو الغرام معناتها فهمت هكا انا راه هما ديجا هكا معناتها هما ديجا هكا نعمل عليهم ريتهم الصغير لهذوما الزوز
نبدا نخدم وهم يعلفوا وهم يحضروا وهم يددوا كل شيء، حتى اكثر شيء من الخروج، حتى الخروج الحضور ان شاء الله ربي يروح بكونا ايسن مشي للجيش فهمت؟ ايوه هو اللي كان لهيلي بكبيشي وكبيش خويا انيس فهمت؟ هو اللي يخدم معانا ويعاون فينا وليد محليه مغروم على الاخر وليدي وما زال اللي يخدم. باي ادخلوا الكبيشه دايما باي. واخروا شوي خلي بين المنظر والدنيا والديكور. نحبوش نحرموا العباد من الزينه ذي الكل خويا. بسم الله ما شاء الله. بابا البيه نحكوا في الصحيح تو نحكوا في الغرام في الدنيا والديكور. الكباشه ذي مشري من عند احمد قرص. تحيه لخونا احمد. قداش عنده رباط تو الكبش هذايا؟ بالضبط 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 يكون عنده تويكة عام كي طمع عام رباط. بروجرام المسيبه نتاعو بروجرام المسيبه نتاعو زاد هذايا يكون شي نتاع 6 شهيره تخلي 7 شهيره يا اخو. راحته في الرباط يفهم روحه بالكبش. الكبش فما خدمه انت تعرف فما خدمة فما حضور نتاع فهمتك فهمتك. تاخذ شوية وقت باش يتبدل الكبش ويعمل صحة في العرك. باهي. وفما خدمة نتاع الكبش الخدمة اللي هي تعرف اللي بدي ونغرمك. الكبش هذايا من زاير جي. من زاير. ثم حكاية تدور على الكبشة الزيرية اللي هم انهم في تونس عندهم مشكلة نتاع علف. باهي. وصارت مع برشا كبشة زيرية تدور في تونس تو ما يعرفوش. انا واش نجاوبك تو؟ باش نجاوبك باش نمشي معاك بالله باش الموضوع هو تطرح ومحلاه سؤالك اما نحب نحكي فيه هنا الموضوع. موضوع تطرح باش تجبد فيه احمد غارسيا. احمد غارسيا جاب الكبش هذا خذاه من عند فلان. فلان ماخذه من عند دادي اللي هو صاحبي انا وصاحب اخوالي ونجم نطلبه لكم توا لايف من زير يحكي معاكم ووريكم ولد الكبش هذا ووريكم خو الكبش هذا. باهي خويا الكبش هذا نعرفوه منين جاء ونعرفوه كيفاش يعارك ونعرفوا كل شيء من قبل ما نهزه انا من عند كارسيا. باهي خويا ما ناخذش قدوس في شكاره. هذه حاجه. لا ما ناخذش قدوس في شكاره. هذه حاجه. وثاني حاجه كارسيا عينيه كبيره يجيب حاجه بريمه. الناس الكل تعرف. صحيح. وديجا عمل برشا كباش باهي كارسيا. موجود. ويجيب البريمه واليوم وغدوه ويجي مانيش مشكور فيه انا. كلمه حق. كلمه حق في حق. ما نظلموش الحق نتاع ربي. الكبش هذا خسر لي كرتوشه اللي هو نتاع صاحبي وخويا انور. اه كان مربوط عندي لهنا. خسر كرتوشه روح هذايا يبكي ولدي روح يبكي. اه تخبى عليه خاطر نب عليه من يبكي في الكبش خسر تبكي عليه راني ما انسى الكباش. تخبى عليه ويبكي. طلعوا الاولاد قبلي هو يبكي مسح له دموعه بحضور احمد الترابلسي ومد لي الكبش هذا لفرانك لخروب كادو كادو تعويضا على اليسار. الكبش هذايا خلصت فيه انا احمد غارسيا بالتقسيط الممل في عقد كزو بعد خلص على بكيت ولدي بصحته دمع. يا رجال لا يا ربي يشدو بصحته عمل معايا بيه يا احمد وخويا وصاحبي وعشيري وربي يبارك له. ليش نجمل فيه ربي نحكيو على البوان تاع العلف. بوان تاع العلف ثم برشا كباش تزيري يا جد لتونس بعد خويا ما مشيتش في العلف ما عادش تحب تعلف ما عرفش العلف مش كيف كيف يتبدل عليها الطقس. ما حاجه الفول ما يتعلفش تزيري. الفول نتاعنا ما يعلفوش تزيري. تزيري يعطيو بوشونات اكثر. واضح. باهي يعطيو شعير. شعير هما مش كيف شعير. اه. باهي خويا. هذاك علاش تبدل على الكبش يولي ما ينجمش ياكل. تزيري خويا اعطيه دويات اول ما تجي خرخة الكبش واعطيه دويات ودخل له العلفة بشوي بشوي. انا تو يعرفوا كل شيء يعني. عبارة جبت رعوان. عبارة جبت رعوان يفسخ عاد من جديد. ما فيها باس كي يجبد شوية اما بعد يولي للكبش. ولي لك كبشه ما خير ولا تقعد عاني فيه ماهوش يعرف راسك ماهوش يعرف صح راسك ماهوش يعرف جوعوا تو يعرف. انا نعرف كباش تزيريه جات لتونس ابطال اليوم هذا مش قاعده تعرف وتقلب في العلف خويا خويا يمكن ما تعاملوش معاه على منطقه العوين جبت شامبيون من زير يعني نعامله كشامبيون في تونس. بالنسبه لي انا هو ما عندي هذا تزيري. اي باهي عندي هذا تزيري. باهي تو نشوفوه. وعندي ريفاردينيو تزيري. اي باهي اللي هما حتى بيتهم ابطال كانوا ابطال حتى في تونس. اه راهم خارجين من تونس بياتهم. باهي خويا. اما الشتلة جات من تونس. نقول لك حاجة، أنا كي جبتهم نفس الكار اللي صارت عند العباد، أما أنا نداوي. نجيب الكبش، نداويه، نعطيه حقه في الدواء، نتبعه بشوية بشوية عبارة واحد من صغاري، عبارة وليد صغير. أخي ولدي صغير كي ما ياكلش، ما نلقالوش حل. نعطي خويا نتبع تيباكس، عندك دبان، عندك برشا، عندك آه نوريك خويا دويات، دويات كل عندي خويا. تبع بشوي بشوي تحل شهيد الكبش فهمني خرخت خويا يعطيك انا القرد وتبعه بشوي بشوي ما فهمش الفول تو يفهمه بشوي بشوي كل مره بالحفنه بعد زيدوا حفنه بعد زيدوا حفنه لين يولي ياكل. انا هكاك صار لي تو خويا نحطه قدامك عارفه شو بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يكمل عارفه
الكبيش هذا هو اش مسميه الوزير انت؟ الوزير ان شاء الله عنده عمر بان نزيدوا بيه 6 شهور بعد نخرج بيه في مسيابه ان شاء الله باذن الله السميع العليم ان شاء الله نتفرجوا فيه مع مغرم اخواتنا ان شاء الله ما ونشوفوا نخرجوا فرخه نحل فرخه نحل شكون كان اسطى فيه من تتمثلي شكون ياسر قال لك بابا 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 عاونك فيه يعني فرخه نحل اه وعمر وقتها يحب على البكمامه بابا امين الله شد في صحيح أنا كبش هذاك زدنا وهذا فرخ الحلم اللي كان في بيجة به ولا حم اللي كان هذا ما قلقني الجملة هذا كسمع بيه قال لي أوكي هذا بقى يلح عليه هذا يحب على البكمامة يبكي وجاء البكمامة في الأخر جد فرخ الحلم وجبت البكمامة على خاطر بيتي يا نعم بوزيد ورجعت لك yeah. كبش بريمة بريمة رجعته تمريه لك كبش بريمة 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 ما ديته موديل خير من هذا الكل انا واحد من الناس شفت الكبش من اول ما عنديش ليه حاجه ما عجبنيش فيه ما قنعتش ما قنعيش شفت الطرح بدل بدلت المعطيات الكل عادي نظره مغرور من نمل بالكبش نمل بالعرق الكبش هذيك ما جبت شوف هذيك كل هذا اشب تمريح تمريح تكسيك يحط كل في الكل كاينه باش يقتل مش باش ما تمريح تكسيك يحط الكل في الكل يا بابا على كلامنا غرام يا بابا تفضل خويا تكلم ميسيرش خذ راحتك بكمام مش في عرق ومش في زين بالرقصة نتاعو وذيب بقلاوة وشوشة بعبوس وذيب بقلاوة وشوشة بعبوس صحيح صحيح عندك الحق صح ايه صحيح عندك الحق يا غالي عندك الحق صح مش الفايدة شوشته تضحك لنا جاب شوشته بسم الله ما شاء الله ريفالدو ريفالديني ريفالديني شكون كان في اسطى سبب من الوداد هذا ما تلف ريفالديني وقتها خذيت ساموراي لمن الله اول كبش دخل صح عليك هو من عند صاحبي نحب نوجه له تحية خونا الأسعد من مرسل سيدي عبد العزيز خونا الأسعد والصفية من مرسل سيدي عبد العزيز ودنا نزلنا بكبيش باهي قعد عندي مدة لهنا كبش وبعده هو مربوط لهنا وجبت أنا جبت هذا أنا كي جبت ريفالدينو وقتها كي جابوا كارسيا قلت هذا جابوا هو أخوه راه قلت هذا الكبش هذا يلزمني نجيبه يلزمني نمشي نجيبه الكبش هذا وكلمت كارسيا يرحم والدين والديه مشيت عليه فرخ بسنتين علوش جبته وهكا عندي قاعد نمشي فيه بشوي بشوي ان شاء الله نمشيو بيه نشوفو بيه ان شاء الله اسامة تعدينا على قطعة تعدينا على اثنين الوزير نمشيو للكبش اللي بالرسمي انا نوعد المغرمة اللي هو باش يكون فلت اي جابا باش نمشيو مع بعضنا اخويا بسم الله الرحمن الرحيم اي اي اهو 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 ركزوا لي مع الحمومي ركزوا لي مع الحمومي ربطة زير يا بابا يا اخوي والله تعدي يديك على القرن قسما بالله تتجرح تعدي يديك على القرن اقسم برب العزة تتجرح سوس سيدي ادخل له بابا ادخل له اخوي بسم الله ما شاء الله السلام عليكم على نوركم وحدكم طبيش اخوي الغالي اخوي الساعة السلام عليكم صحة لبيس بابا امور طيبة الحمد لله بسم الله ما شاء الله اخوي الكبيش هذا شو اسمه هذه بربريا بولحية ليه الكبشة هذه للناس اللي ما عقلتوش بحكم تبدل في الأحجامة وتبدل في الخشن والطاي بولحية طويلة من هنا وصوفها لهنا على اثنين لك طويلة 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 كان شباب بحجامته وهو صغير وقتها أنا جبته فرخ وديجا تسيب هو فرخ مع 6 سنين عقا 6 سنين عقيته كباب عملت روح في الليل وتروح طويل طويل يوه تروح تويت تويت صار فيه ضرب 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 مش دور بعيد كبش دور كبش قروم عليه قروم قروم هني هني ما عندش منه فرقات خير منه بكل شيء قديش عنده هذا قديش عنده 4 شهور 4 شهور ربح ب100 الكبش هذا قريب ل100 كيف ما حسبتوش بالضبط تروح تويت تنجم 100 نجم اكثر نجم اكثر من عشكون مشتري مشري من عند جارسيا كيف كيف خويا احمد جارسيا خويا قاعد يخدم في خدمه جباره تاع الله امين الله كنت انت في سبب خويا ادخل لهنا بقول لك واحد ايش اخويا بسم الله ما شاء الله حبيبي كبش انا متفاهمين راتسا موديل كلمك عليه قبل التيست ولا بعد التيست قبل المسيبه ولا بعد المسيبه وسام بابا بابا اخوي كلمك عليه قبل الطرح ولا بعد الطرح انا مشيت باش نهز كبش اي من عند جارسيا مشيت باش نهز كبش داري غاديك خلي هذا من غير ما تفرج فيه ما في مالوش اللي هو عامل مين من غير ما تفرج فيه خلي هذا يا بابا هذا يولي كبش يا قسما بالله شنو يا اخوي احساسك هكا انت ساعه باش تمن تمن بالنظره ولا كي تشوف كبش فما حاجه تحرك فيك من الداخل تنطق تقول لك هذايا ولا تم ثم صفات تمشيهم تشوفهم في الكبش تقول هذا ما هما لي العرق
إياك خذيته ماكش متفرش فيه انت سامح فرشت فيه نهار اللي مشيت انا باش ناخذه فرشت فيه عطاني طرح فرشت فيه فرزت قال لي هذا فرزت شفت الكبش وكل كبش كان فيه هذا مع انه بابا كان ذكي حتى كبش اخر كنتش باش نهزه خذيه حتى كبش اخر هو وقت احم سيوفه انا كبشت فيه هذا وقلت له هذا كهو كبشت فيه خرجونا عم احمد الكرسي برا الساعه شفت الكبش قدامي شفت الفم قداش فيه كل حاجه الكبشة هذيا الكبشة هذيا حروجي برشا 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 باين من عينيه باين الكبشة حروجي برشا انا تو كان يسيبو انيس من غاديك شوف شو يعمل دور لا اله الا الله محمد رسول الله الكبشة هذيا نهار اللي خرجوا احمد كارسي يتبع ويلعب مع ولدي يقول ما فما حد شايف يقول مش هو قسما بالله روحت بيه للدار فرحان بيه شيخ علي عامل لي كيف دخلت الكبش ندوش ما دخلش كبش ندوش مش المره اه دوشت وعملت له دوش وشيخ علي الدنيا دورة فرفته شيخ علي خرجت برا يلعب على اساس نكركر فيه ليش على اساس ما يدمل عاقل على الاخر يرفضني خويا وحدي راس راس ما يدكش لامير وانا خويا يديا تتزربط لقيت كي ماشي نشد وحافي في شهر اقسم بالله قلت اختنت من نهار هذا ما عادش نعطيه لامير سيد تلقى خويا تجده في النار ما تجده في البحر والعرق خويا ايش باش نقول لك خويا تو ان شاء الله على قريب 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 ان شاء الله نتفرجوا فيه لازم نتفرج في الانجاز اختياراتك الهيله نشوفوا خويا وقتياش هذه وقتياش هذه هذه خويا المريض مريض على عمر راهو اللي فما رضعوا طاب مرحبا قلت طاب طاب اسمع عادي هو قالها ما رجعهاش يا ام بوزير خادم ميسيرش اي لي امور ما تبيتش في قلب ولدي اي اي اما عمر خويا المريض عا في العمر ما تجيبليش كبش قرو ايش عنده في فمه هاي يا خويا هاو خويا عمر 4 سنين مساك يكسر نتصور كاي صوت وصوره معليه ما عادش يكسر يوسف معاك معليه خويا رانا ما لقيناش ردعوا في العمر انا ما نسيبوش معليه نول الظلم احنا خويا سايب معك كبش قرو وربحوا مش معناتها باش يربح لي بعده قرو صحيح عمر عنده دور في العرق حتى البدن ما عادش يجاوب شو قاعد يهتك في روحه الكبش يا خويا الاخر راهو ضرب 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 كان مش الكبش هذي رجله منه راهو ما يربحش الكبش هذي نهار اللي خرج للطرح عمره ما خدم من نهار عمره ما خرج من مرتين خرج انا تو مفرشك في الطرح نتاعو مرتاح الجمل يحط يعاود يحط يعاود ويغيب للسماء بسم الله ما شاء الله معركي كبش معركي عشق هو قدو حتى كان مثلا قال لك الله يربع الله يربع ميساج او موش خادم موش خادم الكبش او الناس كل تعرف اما شنية ردعني في العمر يا اخوي ما نظلموش ما نظلموش علاش تظن فيه ايش فقط بيش مربوطة بسنتين وعنده وعندها العمر تاع 4 سنين عنده قريب العام داوي كربات وبيه اهم حاجة اهم حاجة الظلم ليه اخوي الظلم ليه هي شبك ما حرام عليه بيه بسم الله ما شاء الله توا شفنا 4 قطايع من فرخ الحل من فرخ الحل وزير لا 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 محمد رسول الله ريفالد الي بربريان بربريان وريفالدين ريفالدين بيه سؤال صغير انا جاي لبالي كي يا اخي انت كتشكل مع مغروم فما استشاره مع ثلاثه الوليدات اكيد معامله راهي معامله زين نعاملوا عباره كبيره عباره مغروم عباره كوميدي شرك صح وصح كبشو يقول لي بابا ما نسيبلوش ما نسيبلوش هو حر تو الدنيا تطورت فيسبوك خويا كل شيء موجود فيسبوك كبش تجي العرك ما يكبش في العرك الكبش اللي باش يسيبلو هو باز يعرفه ويعرف قديش ربطه ويعرف قديش كل شيء من فيسبوك الدنيا تطورت وكذا يا اخويا حتى كان مردوم الكبش مش عامله تراح راهو يعرف مولاه اذا كان وصل عرف مولاه اصحاب مولاه باز راهو يعرف يسال ولا تحومته الدنيا وكذا يسال ويسقسي ويجيب فيشته لازم منها داخله في الغرام هذيك باش تعرف يا اخويا فما عباد تخبي الرباط وتخبي الحر انا اخويا ما نخبيش اللي فما فما والله اللي فما فما سيدي ربي هو اكثر حاجه فما دوخ في المخزن هذا كرتوش رصاص وينو اخويا رصاص هاي شوف رصاص اخويا هاي هاي مغرم هاي رجلي وقف نقل زايد سيب 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 شوف رصاص محبوب الجماهير محبوب الجماهير بابا شكون هذا رصاص شكون هني انا على التعريف رصاص بابا سلام رصاص خويا رصاص اخويا كرتوش الحي يا ماما شنو هي هذا اخويا الساعه ذي عامل البوز فلتة تغرام برجولية فلتة لا ذي في 15 يوم يعمل 4 تراح راهي ما تسيرش مش معناها هل كان غرام
أما كعرفنا كبشنا عندنا في ثقة دخلنا بيه في ثنية بيه دخلنا للتاريخ وكل واحد وطريقته كيفاش يحب يدخل للتاريخ. وسام الكبش من وقتش بدي تتبع فيه انت مليوسل عند جارسيا انت ما في بالكش بيه؟ لا ما في بالكش بيه. أول مسيبة انت في بالك بيه ولا لا؟ لا الوليد ما قالوكش راه بابا ثم كبش جارسيا؟ اول مسيبه ليه؟ ليه مزكي تصيف تاع عملت تسفد زين نتاع وريته كمان تسفد زين وريته. متبارك الله اخو متبارك الله اخو وصلوا للجزائر به عملوا التست لولياني كلموك اخذيش الامور بهمه انت معناها به جابوا احمد باقي الامور عاديه على الاخر. عمل بي احمد اول مسيبه سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت عن طريق الولاد وفي الغرام وكل شيء واضح. اول مسيبه ما حركتش الامور شويه معناها عادي اي كبش بريمه وان شاء الله ان شاء الله مبروك على اخويا ان شاء الله شيخ بيمولي. تسمع بعد نهارين جرسي عاودي سيد قلت شبيه يا احمد يا اخي برا نتفرج يربح باقي حاجه عاديه ما تحرك شيء ان شاء الله مبروك عليه ومش اول كبش يربح ترحين في نهارين صحيح. بعد بنهارين اخرين سي جرسي عاود يخرج الكبش نفسه وقتها المغرم الكل قالوا شنية الحكاية وكل شيء وكل شيء وكل شيء باقي انت عادي تخزر له كبش عادي ربي قوم لما ليه ليه وقتها عادة سيئة كتشكل ترح كي يربح ترح الثالث لا الثالث مزلنا في الثالث هو ثلاثة في تونس واحد في الثالث عادي ما قلتش بيه احمد في جرد بعض وهكا خي زبرة ايه كبش يا معلم يزمي يرتاح يا معلم فهم حتى عملت ثلاثة أربعة دماغات فما دماغي يقعد راه في الراس راه أكيد إيه فما دماغي يوجعك حتى كبش يعارك برجلته مش معناتها ما صبر معناتها كل جمعة سايب كل جمعة سايب هو الكبش هذا صارت عليه حكاية شوف حكاية إن هي شنية الكبش هذا مبدع في البطح قسما بالله له عارف شوف التمريح ما صارش ليه تمريح نتاع موتي مرة والله ما صار قسما بالله لا صار يعمل في 20 كبش يعمل في حكايه في البطحه ماهيش عاديه جمله هذيك اللي خلى العبيد في جرد بعدها تحب تعود له تحب تسيب له اللي هذا يحب يسيب له يحب يشيخه معاه يحب يشيخه معاه طريقه تعاركه تطمن برشا لو تقبل كبشي مرة طلبته برشا احمد جارسيا تليفونه ما يسكتش من نهار اللي جاب الرصاص به زين فيه تروح الرابع تروح الرابع بريس تروح الرابع تروح تو انا لازمني نتكلم بسيبته هو صاحبي اخويا هز التليفون طلب قلت له احمد شنو حكاية الكبش يا اخي في جمعتين معنا مربع ترى حرام يز قال لي وسام راه تليفوناتي ما تسكتش وتعرف انت حشمو فيا اي حشموه ويطلبوا فيه هو يا وكنت توا وكاللغة هذيك نتاعنا قلت له خويا كبش في الدار قال لي في الدار انت وين قال لي في القاهرة راني جاي صدقني يا والله كان الراجل يتفرج وتو كل الكلام هذا خلطت غادي كان نلقى كامش باش يهبط للبطحه باش يهبط يعاقك تروح الخامس تروح الخامس خويا في جمعتين فكيتو في كاكا واحد فيه وكالعاده ما دفعت فيه حتى فرنك انت العباد وقت اللي خديت الكبش هذايا راه واحد بيه ما خديتش ما خديتوش بفلوس هربتو الكبش هذايا عندي باش نمنعو من عنده هو العباد ما يطلب فيك انا خيشه خويا على وجهك هو عندي انا ماني سامحوني بالكلمه بالرسمي يا اخويا انا مش تطلبني كبش مستعد نمس روحي ما يتهلكش الكبش كبش ماهوش للمسير يا معلم خمسه دراع في جمعتين وين مش ما تسيرش ما تسيرش قلت له احمد انا مش نروح بيه الكبش في اللي في من غادي وديجا راه فما شكون صمموه فيه راه عطاو فيه اسوام راه خياليه وصلت فيه اسوام وصلت فيه وصلت حتى على المسير بعثوا زملايين وكذا 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 الكبش هذايا بدلاله خويا ويرحم والدين 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 وها هو خويا الكبش عندي وخلي كبشي وخذه وما عادش نسال عليه جمله وراه كبشي في من البارح مش من طاب وها هو عندي والكبش هذايا راه فيه حاجه احمد بيدو ما في باله ما في بالوش باه انيس في بالو باه اه المغرم اصحابي اللي لهنا كيما انيس كيما سلامة فما كعبات في بالهم باه الكبش هذايا كانت عنده ربيب لهنا في العنقره في العنقره ماهوش في الواحد راه في العنقره لهنا مغروس من الحمخ منا ومنا اقسم برب الكعبه قد هكا قد هكا الكبش كي يبدا ياكل يبدا يكندر خاطر كي يعمل هكا براسه وتوجعه قسما برب الكعبه سيسك في راسه سيدي هو جاب حدايا احمد الطرابلسي وجاله تحيه خويا وصاحبي وحشي جاب حدايا نشوفه بالكبش خلي شيء لهنا هابط لهنا كالزيت شنو هي الحكايه سخينه خاويه في القرن سخينه خاويه في القرن ديريكت ركبت الكاليت ونظفت كل شيء ركبت الكاليت وخليت اكيد عندنا اخونا صاحبنا وعشيرنا نحب نوجه له تحيه اسمه شكري بوشكارا عيطوا له بوشكارا اسمه شكري يززلنا هو ينظف لنا هو كي نروح له في حاجه يجي هو ربيب مرض الكبش يجي يعاون
هو اللي هي نبك باش ناكل. خويا يرحم والدين والدين والدي السيد هذا جبته لناشف الكبش قاليش تعمل اقسم بالله بانس يجبد فيه تعمل تك وتفلت من يديه نحيله لو مش كان يجيب المبرد زاد نحيله لا لا ما كان جايب المبرد هذه حبيت ننصح العبيد المبرد تحط الكبش في العام في ما يجيش بالقرن هي هي سيف ما يجيش بالقرن هي هي منحية من القرن جملة مغروسة في الحم نبت في الحم وقالت تعيش بالحم وتكبر قسما بالله شيء يوجع القلب نحينا الأولى ومن بعد زدت نحيت أنا الثانية معايا أخويا وصاحبي محمد علي وجيني هو زدت نحاني الثالثة بالمراحل نحيت أنا مراحل طوى الحمد لله معنين تحب تفسر لي اللي ثم تراح أعملها والربيبة ذاك في رأسه وربح كبش رجل كبش رجل برجل يوسف معنا باش نوضحوا للعباد راهي ما هي السر كبش راجل برشا هذاك اللي مش مغادي وليت انا كبش هذايا عادي راني خليه لهنا زينة المربط وشيختي ونشتل بيه ونعمل بيه كيف الكل وعذرهم اللي ظلموا ما عادش نسيب وراني عادي باه ما يخلقنيش يعني نحكيك انا شويه حاجات يقلقوا في الكبش التايم نتاعو التايم نتاعو صعيب من رداعته صعيب كان باش تلقى ريت كيفاش صعيب كان باش تلقى شكون يرادعك بيه انت يضرب كبش في تونس تشوف فيه هكا ولي تتلزم معناها تا هو الركب هنا قصير انا قصير ها ولدي قلت في فولي اللي انا قصير ها وكبش وين وصلني اخويا وطلبوني بكباش راه ما نحبش نسمي العباد راه فما عباد راه طلبتني بكباش فيولي ودي دوب نتاعو تخش منه وقت من البارت والله ها وصاحبي وخويا في بالي كل شيء احنا كوميدا كيفاش بابا قلت لي طالبينه في رصاصه طالبينه في كباش اكثر منه رباط وخش منه فما اللي ظلمني ثلاث سنين وحبوا يحضروا الكبش وحبوا يخرجوا من الكورس مش معقول والله مش معقول ثلاث سنين رباط كبش ينجح ينجح يجي الرصاص علاش عم يجي الرصاص خاطر الرصاصه تسمى كبش يسايب الرصاصه كوته تطلع كوته نومرو فهمني ولا احنا ماشي خدنا راه اسمعني وغرامنا ماهيش لا كوته ولا نوابل كاب انا طلبني صاحبنا واخونا من القباع فهمتني توا مازال ما تشكلتش مسيبه رصاصه باهي خويا مازلنا ما عملناش كونفيرماسيون حتى نمشي نشوف كبش خاطر ما نتصورش هو خلي يضرب من كبش ما تصورش فما كبش يضرب من رصاص يعني 7 كيلو كان يضرب من كبش انت كثرت كثرت المخازن فما كبش يضرب من هذا مستحيل في المد هذا مستحيل حتى لو الميزان نحكو كمد معناها مستحيل ما تشوف ثلاث برات علوش يا ودي هاو يحط خويا لا يحط يدي صغيره يا معلم هاو 1 2 3 هاو كهبط طاح بيه اللوت معناتها اقص 1 2 تيسوسش برات وحاش برات كبش ليش مازش كبش دريب برشا 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 هذا ميساج للناس الكل باش تسهل على رصاصه تاع تعرف اول كبش نكمل الحكايه هذه برك خذ راحتك نبيع ان شاء الله نمشي وان شاء الله وريت على كبش كان جيت بعضها الكبش هو محلاه على الانسان مغروم خويا كان جيت لبعضها الكبش الله يربحوا خيين نتفرجوا مع بعضنا عنده كيف كيف واضح معناها نجم نتفرجوا في رصاصه في جافي ان شاء الله ان شاء الله نمشي نشوفك انا نحب نتفرج ندعو انا عادي اي نتفرج والله شوف التوش نتاعك شوف التوش نتاعك شنو هي باش تعمل التوش تاع عمور نمشي خلاص شهرب كان عندنا في بالك عقل على الاخر كان عندنا كبش اسمه كرتوش اي سايبناه كونتر حويت اي من اول دماغ ترشام قرنه و16 دماغ اخر قعد وقت في البطحه كمل 16 دماغ ترشام قرنه كمل يجي 16 دماغ معناها زاد معاك 16 بالرجل امن كبش راجل على رجل امنك زاد 16 راجل برشا يا 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 ما شفتش بيه غادني والله اللي بكيت عليه انا كبش هذاك كبش صاحبي بكيت عليه انا كبش هذاك خاطر غادني بلاي تو احكي لنا ترشام تشد على كبش انا كبشي كي ترشم مهبول هو تعرف كي ترشم وعمل هكيه براسه كل تفقد كبشك انا شفته سكسك ومرح وجي يجري صغرت يحط الكل في الكل ما لا الكعب اللي ترشم بعدها كعبتين اخرين هرس ما عنيناش صاحبنا اللي سيبت له انا عنده كبش بريمة اسمه حويتة ربحني ان شاء الله ما مبروك عليه يستاهل كل خير اللي هو مولا الزوفري فرجيني صاحبنا الزوفري ان شاء الله بطل ان شاء الله نشيخوا به عامل اطراح بريمه 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 وبرشا كباش زاد من تونس هاربه منه كبش بريمه برشا برشا ان شاء الله باش تفرجوا فيه الايامات الجايه مع الـ مع الـ مع البلجيكي مع البلجيكي كبش بريمه برشا تحت باذن الله السميع العالي. خويا مازلنا بسم الله ما شاء الله وسام
لوجوا على تراح، لوجوا على كبش المسياب والشي على عينينا اخوي. مسياب ايش خلي لعبة تتفرج اخوي في الراسة وكل منظر وكل جنوحية يا بابا وكل حشيمة وكل لهوة وكل الهيلة يمين اخوي وكل الصوفي اكد لي على الصوف اكد لي الصوف اكل ما حد. هذي انا نجم نقول كبش انتاج محلي، ده محلي 100% محلي 100%. هذي الكبش هذي جاي من عند خونا احمد ترابلسي ربي يبارك له ويرحم والديه خويا، ودني به احمد ترابلسي هذيك جايب لبريمة، جايب لبريمة تحية ليه برج ولاية، تحية ليه وصاحبي وخويا ويرحم والديه. الكبش هذا مشيت اخذت الكبش من عند احمد، هذي قصه قصه، هذي مشيت ناخذ في ناخذ في في خروبي اي من عند احمد اي، قلت له احمد نحب نتفرج ما فيها بيس اللي يبيع يوريك نية العرك يوريكش العرك العرك تصنعوا انت تجيب وكذا. احمد قال لي انا مش نسيب لك كبش مش نفرجك فيه، قلت له يرحم والديك ماذا بيا نتفرج. هبط هذي كي جاب هذي قرافة كبش ميت حي جلد على عظم، جلد على عظم، ديجا السيد يعرفه معناته جلد على عظم. الكبش كبش عمرك ما كنت تتوقع انه مش يولي كبش. هبط الكبش خويا، شو نقول لك على العرك شو نقول لك على التمريح، نعيطوا عليه الكبش نشدوا فيه بسم الله ما شاء الله، مازال يزيد مازال يزيد تمريح القوة يمرد يمرد. جيت نهز كبش هزيت الزوز والله يربح والله يربح، روحت بها من المخس روحت بها من المخس كالعادة خويا ما عنديش فلوس هزيت الكبش خلص في عقل والله ربي هزيت الكبش قسما بالله. ها واحد يرحم والدين والدين هزيت الكبش خلي برا خويا عجبك الكبش، قلت له عجبني قال لي ما شاء الله مبروك على خويا، ركبت النصوص وروحت بيه. واحد خذاه صاحبي تحية لي محمد علي تحية ليه وهذا روحت بيه انا نبدا اخويا روحت بيه عملنا له الصحة اللي حاشتنا بيه هاي داويت تعرف خدمة دوشت له كالعادة والهيلة من الريق الكل صار فيه بحية راس النوارات خويا ربي يفضلهم لك بابا بيه. أول مسيبة ليه اول مسيبه ليه عملها هو جاء تزز الليله في الليل من غدوها على السباحه بطل البحر يا باب والله رعواني حرك ساقيك من عند الفلاح قرافة او سيد تفرج فيه ركب الضامن في كبشه 100% ركب الضامن في كبشه المغروم جابوا اليوم سيبوا غدوه ياسمين راهو يكذب عليك القلب كي يحكي نعم يفرجك يفرجك بيه خويا هبط لصق الكبش ربح يا ربي العمل عليك يا ربي العمل عليك في البطحة متاع الوردية به به خديت وانا قلت لك هزيت الكبش بعد الطرح هذيك بنهار ولا بنهارين هزيت الكبش جبته لهنا عندي عملت به طرح اخر في المركز طرح في المركز اي شكله خون علي ومنوب تحية ليه اي صاحبنا وخونا وربي يبارك له وربي يجاوب له في هواشيه شكله هو المسيبة هبطنا ولعبنا دور لي وليت حمام لنف قد شفت المسيبة من دماغ 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 يا ربي العمل عليك دماغ حتى معاه دماغ من رحله في ياسر مزلوب والله مش معقول هو كي تشوف التمريح نتاعو كيما رصاصه كيك هو رصاصه تاو مكثر الكبش عشان حتى الكبش يمشي عارك مش لعبات تبهت فيه الكبش عارك يبعد ايش يعمل هذا يبعد في 20 متر 15 متر وين ماشي يجي يحط معناتها والكبش كيبدا يجري يولي ميزان وفوتر وا يولي ميزان وفوتر وا الكبش في الدماغ يجي يجري يولي ميزان وفوتر وا وقتاش مخك يقص ها طرح هذاك الشطر نتاع الصحه هذه ما فماش الصحه هذه ولا هي لامينه ما عندوش صحه هو طاو دي جاب ليش صحه واضح للناس معناها باش تعرف راه كبش عادي على الاخر راه مزيان به الطرح الثالث الطرح الثالث في تغرم به عاد احمد ترابلسي شيخ عاد مشات صحيحه شيخ اخويا الكرتوشه مشات صحيحه ولاد الرحلي اخواتنا تحيه لهم تحيه لهم ويرحم والدين والديهم وعز الناس خويا سايبنا لهم في اللوتيكا وعملنا معاهم طرح مزيان برشا برشا بالدرع نتاعهم هما بقلوتي بقلوتي ربي يعوض عليهم فيه كبشهم معاركي وكبشنا معاركي ربح كبشي ان شاء الله مبروك عليك طرح الثالث ان شاء الله مبروك علينا عنده جمعتين احسن طرح الطرح الثالث نتصور والكبش فهم روحه بالقدا عنده ايش نقول لك حاجه ايش نوريك حاجه اقرب لي لهنا شوي شوف الفوله في زوز ريتها في زوز هاي بابا في زوز كبش اخر ياكلها الكعبه هذه راهو يهرب اعمل هكا هكا فلح زاح فرقعت الفول فرقعت فرقعه فرقعه انفجار صار الكعبه الاولى ولا الثانيه وبقى كمل 20 دماغ وبقى كمل زاد 19 رجل من زاد هبل في البطحه ما عادش النجم يشدوه كبراج الكبش ودنه وقفت العين ولات قد هكا هات شعب هات شعب هات شعب انا سيبته خاطر الكبش هذه رجع على روحه فحل قبل الوقت
تخسرت بالوقت. ما حدش يحب يعرف. ما مرضني نيكس عامل هكا. ارجع على روحك. ما هوش دم. يحب العركة. كبش العركة. يا ما دام يحب العركة ويربح شخير منك. لا وتفرهد خوي بعد الطرح هذيك الحمد لله رب العالمين وتفرهد. وقتاش يتفرجوا فيه إن شاء الله. تفرجوا بيه يبرا ويتفرهد من الفولة نتاعو في عقله. نتأكد منه انه كبشي برا 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 منها سيرتو الظلم ليه ديما الظلم نو فهمت يبرا لي اخوي كبشي نعرفه كيم جارانتي من يجل راو يمشي للبطحة على روحه مع اخويتنا واصحابنا اللي مش يكتب مع ربي الله يربح الله يربح خويا مازلنا نحن باش نتفرجوا راه في الكبيش ثم قطعة انا اخوي شخت عليها في المخزن هذا يا اخوي نمشوا نشوفوه اي يا بابا يا سامحونا سامحونا كان وجعنا لكم عينيكم بالراتسة هذا الكولير هذايا في الكبيش راهو نحبو برشا من ايامات البكمام عطفو لدع الجيه الكبش اللي وصل له مولاي حمته فريانه الكولير هذايا يعجبني برشا اخوي كبش ابيض ومارون الكمامه مارون ما هيش كحله هنا اخوي الشيخ عليه والموديل هذايا مسني برشا اخوي كل واحد وذوقه في الغرام يا اسامه اخويا هذا الموديل هذايا مسني على الاخر بسم الله ما شاء الله مين ده هذا يا اخويا بالزنده اخويا البكمامه خليه في البكمامه يا ربي العمل عليه ما ليه هو على شبته على منظره ما شبه يا اخويا ما شبه ليش بيكون البكمامه على منظره هو واضح بابا على وجهه هو من عند شكون مشي الكبشه هذا مشري من عند جارسيا من عند احمد جارسيا من عند احمد جارسيا يا بابا هذا دللت عليه دليله معناها يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا شنو هي لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله ما شاء الله اخويا الغالي الكبشه هذه تفك برس ثم تقول غرام زمان قالها الكبشه هذيا تفكر موديل يشجع علخ ان شاء الله وما تفرش فيه انا ديجا نعرفه يدي بسم الله ما شاء الله عليه اخو الكبشه هذيا مش من عند احمد قرسي يا اخويا من عند قرسي بسم الله ما شاء الله قاش عنده الباص هذيا فما لا اقل عام وعام وشهر عام وشهرين هكا عام وشهري قداش عنده ملي جا لهنا جا لهنا توا قداش عنده جمعتين هكا كيفاش باش نزيدوه خويا بروجرام رباط بروجرام خدمه ولا كيفاش هذا باذن الله السميع العليم خليه يفهم شويه مرقته ويستانس بينا شويه فهمت وبالصغار وخدموه في عقله فهمتني وعرفه الحضور وان شاء الله ربي يسهل لك باش يحضر ويتصيب معنا بسم الله ما شاء الله عليه انا نقول لك كان بسم الله ما شاء الله عليه خو شفنا الكبيشات شيخنا على الراتسه لا انت ما حضرتش عليه بشوشه نتاعو ديجا بالله هي لامين عالم اخر كانت عنده شوشه عالمين راح يوين هو الاولاد انا مانيش لهنا نحاول تو ما بيني هو مسخه نحاول فهمت ينظفوا احمد ما هبطوش كبشه دي على الباجه والله هي تدخل يظل تلقاه تلقى تنفع تورنيك تصور نعطيك تصور لا خاطر بسم الله ما شاء الله عليه والله هو راه دليله هو راه قلت لك انا قلت لك انا دللت عليه فيه دللت عليه فيه بالرسمي هذا احمد لزيتو فيها على الاخر ولا يا ربي يرحم والدين ودي يرحم والدين ودي خويا الغالي خلوه يرتاح عندي بيك موضوع خاص على الاخر روح